نكملوا الدرس ولا الحصه تاع الوقوف التوقف. الوقوف التوقف هذا هو المختلف تاع الوقوف و التوقف. بون نورمالمون ورانا مصدر نص الشهر تاع كان 16 عندها مشكل فيها عندها ما فهمش وقتها مما نديرو هذا لا ممنوع درنا الرومبا ديالنا درنا ممنوع قبل ما درنا ثاني رومبا ممنوع شو قلنا ممنوع هو علاش الطائرة؟ علاش الطائرة؟ أحمر أبيض رموز ديال الأسود أحمر طريبة يعني الفم تاعها الرول تاعها الدور تاعها الأمر الملع ولا نقولوا الإشارة صارمة هو الأمر بالمنع الفم هذه شو قلنا عليها؟ هي اختصار ممنوع السير في الاتجاهين ما عدا السكر صحيح؟ هنا لا سيركيلاسيون انترديت هنا دون لي دو سونس اتو فيكيل سو فريما ما عدا السكر يعني ممنوع السير في كلتا الاتجاهين في كلتا الاتجاهين لكل العربات ما عدا السكر يسكتون هم كي تكون بلاصه تكون مارشي ما تقدرش تدخل فيه ولا تخرج منه باللوطو عندنا سيكي ميليتير ولا بوليس ولا مفهوم بريغماتيتي ما عدا السكر سونس انتيردي سونس انتيردي فون زيد ممنوع تجدد باختصار ممنوع التجاوز لمن لكل عرب هذه ممنوع التجاوز لا العربات البضائعيه صحيح صحيح وهذه بوالور اللي شحال اللي اكثر من 12 طن يعني ممنوع مرور تجاوز العربات ولا ممنوع تجاوز العربات مزدحة شحال أكثر من 12 أمبون زيدوا هذا ولا هذه ممنوع مرور العربات الفلاحية ممنوع مرور العربات الفلاحية أو هذه ممنوع مرور عربات ممنوع مرور العربات الارتفاع تاع شحال لا 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 خمسة فاصل خمسة طن هذه فواتو طن وزيرو شارج ممنوع مرور العربات اللي فوق اللي يسموه ال وزير الاجمالي العربات تي تي اسي فواتو طن اوتوريزيون شارج وزن اجمالي فهمت الوزن اجمالي اجمالي زيدو ممنوع مرور العربات اللي الطن تاعها شحال والمونغر تاعها شحال ديما صحيح وهذه عربات تحمل مواد سامة ممنوع مرور العربات ما معناتها ممنوع مرور العرب ممنوع مرور العربات تحمل مواد سامة سامة مواد سامة سامة وخطيرة كيما لاسيد زيدو كيما الزيت على السميات السميات اللي يكون جايبين برودوي شيمي فهم هذيك ممنوع مرور العربات تحمل مواد سامة وخطيرة اكسي انتردي او ترونسبور دي ماتيير دونجوروز يعني اللي عندها ترفض المواد جدو سامه وخطيره هذا ممنوع مرور العربات تحمل مواد ملوثه المياه ملوثه المياه مازوت ليسونس اكسي انتردي او ترونسبور دو برودوي شيمي دو برودوي دو ناتير ابولوي ليزون يعني لي تطلع كيما نقولوا تسمم الماء ولا كيما نقولوا ترهاج الماء كيما لاسيد ليسونس مازون برودوي شيمي فوم كاين واحد المواد المواد ما لازمش تمشي
لا كيما نقولوا كي تكون سيتيرا تاع تاع السيمورومور ما لازمش تمشي في الانهار ولا بلايص تاع تاع الماء. وهذاك الماء شنو يدير؟ راه يمشي يتحرك، وكي يتحرك ريح، كي يتحرك شكون يشرب من هذاك الماء؟ من الحيوانات، الانسان الى غير ذلك. اذا كان في الغابه يعني الحيوانات اللي تكون الحيوانات الغابيه ولا الحيوانات البريه كيشربوا منها. فهم هذه اكسي انتردي و ترونسبور. هنايا دو برودوي اكسبلوزيف يعني المواد الممنوعه، ممنوع مرور، ممنوع مرور العربات تحمل مواد متفجرة. مواد متفجرة. مفهوم؟ وهذو نهاية نهاية المنع. نهاية المنع ولا سينونيم تاع نهاية المنع هو مسموح. طيب يا باختصار ممنوع الوقوف والتوقف. رانا نعاودو شاقرينا الحصة اللي فاتت نهار الصباح على 9 يوم 3 ايوا جيتي انا فوالا شنو قلتي دروك؟ شو قلت؟ ما جيتش. يعني اللي ما جاش راح يبروفيتي لوكازيون راه باش جيت السبت؟ لا ابروفيتي. انا السبت جيت على بالي عبد الله انت ما تعرفيش. لا عبد الله صاحبي انا عبد الله يعجبني كاميرا. ما غير انت بيرمي ها عبد الله. بيرمي صافي تكبر شايف ما راهش ما راهش يقول لي السلام عليكم. تنقلت مليح باش باش يقول لي ما عليه شيء عندها واحد شهرين ثلاثة ولا ومن بعد يقول لي صاحبي كيما قلت. ممنوع الوقوف والتوقف. لا ريستاسيون مونتير ثاني تاع تبع معايا نكملوا. قلنا التوقف هو تبع معايا التوقف هو نزول وصعود الركاب وحمل ووضع السلاح مع استعمال غماس اليمين بدون ان يطفئ بدون اطفاء المحرك. ناهيك عن السائق تاع العربه لا يترك كيما نقولوا ولا يبارح العربه السائق ما يبعدش على العربه تاعها سواء كي نقولوا فيكي وعربه يعني لوطو كاميو كار طاكسي الى غير ذلك. والمده الزمنيه تكون اقل من ربع ساعه يعني لا افراط في التوقيت. طاكسي يقعد جوج دقائق الكار دي فوا 10 دقائق 5 دقائق ربع ساعه في لاري تاعه مين يحبس الناس ويركب الناس دي فوا على حسب لي باساجي اللي ينزلوا واللي يطلعوا دي فوا جوج دقائق 4 مينيت يعني هذا هو التوقف اللي هو لا طيب. الوقوف تعريف الوقوف هو شنو قلنا؟ هو نزول وصعود لا التوقف لاري الوقوف هو ترك السيارة نهائيا وإطفاء المحرك نهائيا. الوقوف هو ترك العربة كليا هو ترك العربة كليا وإطفاء المحرك نهائيا زيد زيد مع احترام قواعد الأسباقية احترام قواعد الأسباقية زيد و شغول الاجراءات اللازمه واتخاذ الاجراءات اللازمه للوقوف ولا نقول اتخاذ الاحتياطات من اجل الوقوف باش باش نستاسيوني لازم ندير اجراءات احترام باش نستاسيوني بون ولا نحترم قواعد الاسباقيه. دروك انا عندي بلاكه تاع ستوب ولا سيدو لو باساج ولا عندي نظام ثلاثي الاضواء ولا راني في كاتشنا تقاطع طرق ولا راني في رومبوا ممنوع ولا طريق ضيقه ممنوع نستاسيوني قدام الفراج تاع الجواري نستاسيوني ممنوع. باساج كل بيطون يعني ممر راجلي نستاسيوني عليه ممنوع. دودان ولا ممهل نستاسيوني عليه ممنوع. قدام بونكا ولا لاميري ولا لاكوس حتى تاع كيرا فوالا قدام في لاري تاع كار ولا تاع باكسي ممنوع نستاسيوني. نستاسيوني في بلاصه تاع بارك باركينغ اللي هو ميناجي بو نستاسيونمون اللي هي حديقه السياره. نستاسيوني كي نلقاو بلاك يقول لك ممنوع نستاسيوني من 2015 فهمني ولا من 1630 ولا تلقى بار اكزومبل اوراداتور ولا ولا نقولوا هذا قال نقراو ديري ستاسيون مادير ليميتي بيون ولا ستاسيون مادير ليميتي افا كونترول بارديس غراتوي هذوك من بعد نقدر نقراو كي نلقاو عندي زاباراي تستاسيوني بهم يعني بالصرف هذاك ويعني يخرج لك التيكي تاع نص ساعه وساعه وساعتين او كاين لا زون بلو اللي هي المنطقه الزرقاء ستاسيوني باطل فيها عندك ال كيما نقول المده الزمنيه من اجل الوقوف يعني اقصى مده هي تكون ساعه لا اكثر هذيك المنطقه الزرقاء ما عندناش هادو بصح نقراوهم فهم لازم واحد ينمي الفكر تاعه ينمي الفكر تاعه والافكار تاعه ما تبقاش منحصره وما تبقاش في دور في في حوصله ولا دور في عقده. ممنوع الوقوف اسمح التوقف ممنوع الوقوف و التوقف والتوقف ممنوع الوقوف والتوقف.
علاش رانا نعاودوا ونزيدوا نقراو هذا غير من اجل شايلي باش شايلي باش ما نطيحوش في البياج باش ما نغلطوش في البار واحد ما عليهش يقرا ويعاود يقرا ويعاود يقرا ويعاود هذا قانون المرور غير نقرا الدرس نقراه 20 خطره تفهم فهمني نتعب عليه تفهم وندير لك التكرار خير ما غادي ان شاء الله ما نعرف والو ندير لوطو ايوا راني نصوب في امان في امان الله وانت ماكش عارف بلايك لي بانو ماك عارف لا لي بانو كيما نقول السينيال الفيرتيكال السينيال هوريزونتال ما تعرف لا ماركا دو سول تاع بلايك تاع الاشاره الافقيه اللي هما الخط المتواصل الى غير ذلك هي حاضر لازم نعاود ونعاود ونعاود ومعليش نستحمل داك التكرار ونستحمل داك الروتين تاع المعادله تاع البلايك بصح على الاقل غادي ان شاء الله من نصوب نتعب شهرين نتعب 6 شهور نتعب 6 شهور ومن بعد غادي تنال لازم تطيح عليك النوم ولازم الحمار تاكلك السمش في راسك ولازم تتعب ولازم تسمع الهضره اللي ماشي مليحه وتطيح وتنوض وتشبع هلاوه بالبوليه وتقرا وديك غدوه ان شاء الله من دير البيرمي تاعك تحس باللي كنت في حرب مفهوم وهذه الحرب عندها بدايه وعندها نهايه ولا نهايه بدون بدايه ولا خاتمه بدون مقدمه انا ماذا بيا يكون مسك الختام ماذا بيا ان شاء الله كي نلقاك برا ونلقاك تسوق تحترم القوانين وكاع انا نفرح من داخل من قلب ما نبينلكش ما نقولكش بصح نفرح وكي نلقى واحد يدير لافيتاز ويحرك سون سانتير دي وسط كاع نلقى نهضر معاه بصح من قلبي راني مضر من جهته مفهوم كلشي شراكين يعني الداخل على الشيء جماعه سامحوني وان شاء الله كيما اليوم اليامات راهم يجرو والنهار راه يجري الوقت راه يجري والنهار راه كيما السمانه ولا نقولوا السمانه راهي كيما النهار والشهر راه كيما السمانه والعام راه كيما الشهر يعني هذا الشيء دائما دائما دير في حسابك بلي اي حاجه افكارك وتوقعاتك هي اقدارك تتوقع الخير يجيك الخير تتوقع باش دير البالي تاعك وتتعب عليه وتسهر عليه غير ما شاء الله ربي يوفقك مفهوم تتوقع بلي البالي تاعك باغي تلعب تشريهم على باش تلعب وتجري منها المكتوب كيش راك باغي تلعب يجيك المكتوب تاع اللعب تلقى روحك في المشاكل تبعونا هذه ممنوع الوقوف والتوقف الوقوف والتوقف وهذا ممنوع الوقوف مسموح التوقف لا مسموح التوقف مسموح التوقف انا ماذا بيا هادو تحفظوهم لا ريستاسيونمون انتيرتي لا ريستاسيونمون انتيرتي ستاسيونمون انتيرتي لا ري بوليس طيب كي نلقاو نلقاو كاع طوطوا يعني راسيف نلقاه راسيف تاعي نلقاه كاع ابيض كلي فوق نلقاه كاع ابيض كلي طروطوار هذا ولا نلقاه باغ اكزومبل على سبيل المثال نلقاه احمر ابيض هاك طروطوار هذا نلقاو التروطوار الرصيف لي بوردير تاع التروطوار يعني الرصيف باش نقول هذا حمر ابيض شنو نقول ممنوع ممنوع مسموح التوقف كيف كيف هنا ممنوع الوقوف ممنوع الوقوف الوقوف مسموح الوقوف مسموح التوقف نفهم كي نلقاوه احمر فوالا ممنوع الوقوف توقف نلقاو على سبيل المثال ها نلقاو تاني قلنا
احمر كلي القهوه احمر ولا اصفر كلي شنقول عليها ممنوع الوقوف ممنوع الوقوف والتوقف ممنوع الوقوف والتوقف يعني ما دير والو كي تلقى طروطوار كاع احمر ولا اصفر كلي ما دير والو وتلا والو يمكن القهوه سلام يمكن القهوه ابيض كلي شنقول فوالا هادي مسموح الوقوف والتوقف مسموح الوقوف والتوقف فوالا هادو الاشارات المتداوله عندنا سينيال فيرتيكال يعني عمودي وعندنا ماركاج سول ولا سينيال اوريزونتال يعني عندنا على باختصار عندنا الاشارات العموديه ممنوع الوقوف والتوقف بلاكا فيها وعندنا هذه ممنوع الوقوف مسموح التوقف في حاله غياب هذه الاشارات العموديه نلقاو هذوك لي بوردير تاع التروطوار تاع الرصيف تلقى احمر وابيض ولا اصفر وابيض احمر وابيض زيدوا ولا اصفر وابيض يعني شنقول ممنوع الوقوف مسموح التوقف نلقاو ابيض كلي مسموح الوقوف والتوقف نلقاو اصفر كلي ولا احمر كلي ممنوع الوقوف والتوقف طيب هذه مفروغ منها شكون اللي عندها الاشكال ولا مشكل واش هو الفرق بين الوقوف والتوقف الوقوف اللي هو ستاسيونمون خاصك ستاسيونمون نهضرو اون فرونسي ستاسيونمون وكاين لاري انت مين تهود الكار هنا باش نقولو لاري تاع الكار متوقف لا غادي نقولو لاري هاكا روحو نشوفو اشارة بلاكا شنقولو ارشاد لاري تاع الكار على ما قلناش ارشاد ستاسيون تاع الكار وي شيخ اوبجيكشن اعتراض ديركو شوف كاين واحد الصوالح ديكوفريهم بلا ما نقول لك انا يعني ينوضوا على الفطره ثمين تحل عينيك وتدور برا وتشوف تسمع الناس مين تكون في الخار تلقى روسيفر قابض روسيفر تلقى شوفير كونديكتور هكا يعني شوفير نهضرو معاه لا ما من نهضرو تقول له عندك لاري وين عندك في لابوست شو تقول له نونو لاري ولا قاري علاه ما تقولهاش ستاسيون خاطش حنا سمعنا من الوالي يقولوا لاري كون سمعنا من الوالي يقولوا ستاسيون ستاسيوني نقولوا ستاسيون مين نقول له بلي لاري شحال غادي يبعد لك ينزل واحد يركب واحد يدي شارجي الباجاج يدي شارجي داك الباجاج ويدي شارجي يعني بالخف تيم شوفر بخار يقارع خليه وضع دروات يعني ترى بروحك تقولي بلي قاري دير لار ودي فوا تلقى واحد بيدخل القهوة يعني بلا صاحبه يقول لها يا خبر عبد الله راني نستاسيوني شنو يقول لك؟ راني نستاسيوني اصبر اعطيني دقيقة راني نستاسيوني شنو غادي يدير؟ غادي نستاسيوني غادي يدير الوقوف اسمع لي دقيقة زوج دقايق اعطيني زوج دقايق غادي نستاسيوني مالك بان استاسيوني يعني شنو يدير يحبس يبلعها طق 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 يروح للقهوة يقعد ساعة ويتفرج الريال والبارسا شنو غادي يدير؟ ستاسيون وكاين بلاك يقول لك لاري دبيس لاري تاعش وتروح للتروطوار الرصيف هذوك لي بوردير تاع الرصيف تيبهم احمر وابيض تلقى احمر وابيض علاه لاري يعني تيب واحد 20 متر كاع احمر وابيض قبله تلقاه كاع ابيض ستاسيون روحك ولا قبله تلقاه كاع احمر بصح وين ما يكون الخار وين ما يكون الطاكسي تلقى تروطوار حمر وبيض يعني اللي هو لاري اوتوريزي اللي هو ستاسيون انترديت دائما تفكر حاجه مين تكون تبغي تركب في الطاكسي قال لاري تاعش تاع الطاكسي لاري تاعش تاع الكار وشحال يقعد الكار يكبر او الكار يكبر يقعد ساعتين ولا كيف شحال يقعد الكار انا حسب
في بعض الاحيان يقعد مروان ليني على حساب الغاشي ماكسيموم يجي خاري يبغى يحبس في ظهري تاعه في بلاصته يحبس يلقى 20 واحد يقارعوا له يركبوه يروح الطاكسي ما يديش حتى 20 ثانيه الطاكسي في بعض الاحيان اختار على حساب الغاشي رفض 20 واحد قاولا 10 تاع الناس لازم يقارع وكاين شاب ذكي هو اللي غادي يحاسبه كي يلحق وقته شي يقول له قال وقتك خاصنا رانا نديرو في الارض وكاين بلايص لي ما باركي لي اميناجي بور ستاسيون ولا بلاكا تاع باركي انا باغي نستاسيوني نروح نستاسيوني في البلاصه ولا نلقى بلاكا تاع ممنوع الوقوف من ال 15 تاع بريمير 15 و دوزيام 15 مفهوم لافير والامبير الى غير ذلك هذيك على حساب الشهر يعقوب قال ممنوع من ال 15 بس مو في الشهر توقف النصف الشهر فوالا قال ممنوع من ال 15 ومسموح بال مين استاذ نطرون ها هاي هذه شنو نقولوا عليها ممنوع الوقوف من ال 15 شحال اليوم عاد نصوم شحال دويت ديما ولا شحال فيبري وين فيبري ساد يوم ساد فيبري ساد فيبري هاكا ما بيغادي يعقوب شحال عندنا اليوم؟ ست ست فيبري 2024 إذا بعدنا حيين عام عام غادي تجي لي روح وتجي لي يجي وزيد الزلزال ربط في الطرق هاكا شهر 200 شهر على كل شهر سامي في دقيقة ماشي عام في نهار ولا يومين راه 5000 6 فيبري شنو نقولوا لهم؟ هذا بلاك اللي قلنا؟ واه مسموح التوقف؟ هاي معليش كل واحد يعطي الراي تاعو مسموح التوقف تبع معايا هذه بلاك ها طريق هذه مسموح التوقف ممنوع الوقوف من ال 15 شو قلت لي ما مسموح التوقف ممنوع الوقوف من ال 15 ممنوع الوقوف من ال 15 أروح ما تاركش الوقت الخطأ هكا هذا لي حد الان ما كاش خطا راك جايب روحك ماكش زحبان ولا عقل اي راك في الخطا شدي روح دير اليوم شحال رانا سات سات والسات فين داخل السات فاه داخله من ال 15 ولا من 16 من ال 15 واش قلنا من ال 15 شنو قلنا عليه ممنوع الوقوف ونسمع التوقف ممنوع الوقوف ستاسيون مو انتردي دي بروميير 15 يعني ممنوع نستاسيوني من ال 15 والسات راه ضمن من ال 15 خاطر 1 2 3 4 5 6 7 حتى 15 يعني ممنوع شنو ديرنا في الهضره شنو غادي ندير في الهضره ستاسيوني يا هاي يا هاي رانا هنا قال لك ممنوع تستاسيوني من ال 15 يعني يا فلان يا فلان ستاسيونيش يا فلان اللي يجي من واحد ل 15 ممنوع يستاسيوني يدير لاري تاع ربع ساعه تاع لاري هاو اللي يجي من ال 15 يعني اللي يجي في الواحد وفي الزوج وفي الثلاثه وفي الاربعه وفي الخمسه وفي السته وفي السبعه الى غير ذلك ممنوع يستاسيوني من ال 15 اللي مش حرام والسات ما داخل 1000 راك بالخضرة اش دير؟ ممنوع ستاسيوني يدير لاري عادي دونك اش دير؟ دير لاري بالخف والاشاره ذاتيه يعني البلاكا وروح حسب عليهم البلاكا وروح اش غادي دير؟ دير لاري بالخف باريكزوم لاري عاد بلاكا على حسب تقارب الطرق مورا كي تكمل تقارب الطرق خاطئ على حسب تقارب قبل تقارب الطرق ثاني خاطئ من البلاكا وروح كنلقاو في تقارب الطرق ياه تبع معايا انا من الحق تما يا راكم معايا من بعد الحقود تاع تقاطع الطرق قد نوصلوا من الحق تما انا قال لك ممنوع من الالف ناس مسموح من الساسروني اليوم شنو غادي ندير الياس خبرني الياس شنو غادي ندير لاري فوالا ندير لاري دون ما عيط لك فلان تحبس له شي يجي يدير دون ما يكبر يركب يركب ويكبر معك صح ويكبر ثاني معك يركب معك اليوم تاعك وتسهل صحيح والخلاق سوى منا في المدينة إلا في الضرورة اللي يكون في تقال الطرق في الحمل الميدية كده تركبها معا نزل واحد تركب واحد شارجي السلعة دي شارجي السلعة
ديك الساعه الحانوت ايه الشوفير واه والشوفير وين يبقى في الباج هذا يسموه ستاسيون او الثاني يعني بالتنوع صاي لازم تشوف هذا نزيدو بلاك الزاويه هاك سيدي بيرباي عام خويا تبع معايا يا هاك هاك مازال شحال انا سيت في لي سيت في لي ها انا غير خدمت تبع معايا هاي جبد غادي كلشي راه يبان هاي في هذا البلاك في هذا البلاك الحداني تاع التوقف مسموح الوقوف ممنوع ما تمساش اسمع اش قال لكم يا التوقف دائما مسموح يا والله راهي من حقك علاه انا نقول كنا غادي السيس 30 هذه شاعر عادي لاري هذيك السيس 30 ولا ال 15 راهم زادوك ستاسيون ستاسيون يا هل ترى تقدر تستاسيوني ولا ما تقدرش لاري راه عندك بفور انا كنت نقلع من السيس 30 ونقلع ال 15 عندي لاري لاري وموريزي مفهوم بصح كي عطاوني ال 15 وعطاوني السيس 30 هنا يعني راه يختبر في الذكاء تاعي يا فلان يا هل ترى تستطيع يعني دير الوقوف تاعك ولا تستاسيوني تاعك على حسب لاغات وهم عطاوك الاسئله وعطاوك الاجوبه قال لك ممنوع من ال 15 يعني كاع اللي يجي من ال 15 ممنوع يستاسيوني وكاين بلاكه اخرى يقول لك ممنوع من السيس 30 يعني كاع اللي يجي من السيس 30 ممنوع شوف الغلط اللي راك فيها اللي مش حرانه سيت السيت السيت فهي داخله في البريمير كانزان ولا الدوزيام كانزان يعني راهي داخله في 15 من الاولى ولا الزوجه يعني راهي داخله من ال 15 ولا داخله من السيس 30 الان قال لك ممنوع داخله من 1 15 وهنا اللي منعك كاع اللي يجي من 16 30 ممنوع يعني اللي يجي في 16 17 18 19 20 21 22 حتى 30 لا راني عندك باقي ندير الحجز دروك نضرب دروك وطلع لك لاري لاري راه فرد تبع معايا عندنا 16 17 18 19 حتى 30 ممنوع شكون اللي رفع عن القلم هنا؟ من ال 15 من ال 15 والسات فين راهي داخل؟ من ال 15 معنيه باش تستاسيوني مش معنيه داخله من 16 رونديا؟ داخله من 16 رونديا؟ لا بريمير 15 سما اش ندير هنا؟ انت ما تستاسيوني لازم بريمير 15 ستاسيوني 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 جاوبني انا هذه شيء من 16 رونديا صاي كاع اللي يجي من 16 رونديا ممنوع واللي يجي من ال 15 مسموح شد صبر شد ستاسيوني فوالا مش ستاسيوني تما ولا جاي الزوجه قدامك بلاكه شدك الزوجه دي حقك تحوس الزوجه تاعها الزوجه تاعي على بلاكه دي حقك يشبع دي حقك اشبع من حقك ومن بعد سهل حق الناس ما تحوش على الزوجه هذه في هذه قدام بلاكه هذه اللي يكون زوج قاوة تاع الزايده قاوة تاع الزايده صح روح تما كاين بلاكه منهم ودايرين سيح طرونتيا ويستاسيوني الجهه اللي منها ما ديش الغاشي صاي ما ديش الغاش صاي ما ديش الغاش شوف ما ديرش على عامة الناس والشيخ اللي كاين كمان الشيخ اللي بدا بلاكا ولا مور بلاكا ما بلاكا ولا هاي اللي بلاكا بدا بلا بلاكا مور بلاكا مور بلاكا اللي فيها بلاكا تبع معايا تما راه كاين تقاطع صاي انت حوس من بلاكا منه والبلاكا من راه يبان هاي هاي بلاكا صحيح هذا فوتو هو بلاكا بالسمان على باب السماوي او لازم عندها بالضبط عندها بي انت كي تعرف بلي عندك لاري كي تشي بلاكا صحيح كي تشي بلاكا من شوكا هو غير بلاكا هذاك هو بلاكا وروح ومن بعد تلقى هنا كان تقاطع طرق هذا تقاطع طرق هذا ثاني عندها حكم صحيح هذه راهي تحكم وكي تروح هنا توصل هنا ثاني عندها حكم وخداها تلقى بلاكا وخداها فهم يعني كل تقاطع طرق عنده الحكم تاعه الخاص به وعندها كيان ممكن وعندها مسؤوليه ممكن تسيب لاري مون انترسيكسيون تسيب ستاسيون مون انترلي فوالا تسيب لاري ستاسيون مون انترلي ولا ما تلقاش كاع بلاكا تلقى تلقاها تروح بلاكا بلاكا فيها من الكاز ومن السيس 30 كاين واه هنا ما عندنا هنا ما كاش هنا ما كاش تخمم من وين بلاصه وين كاين كانت كاينه وحده عند القهوه تاع حميد باين حميد انتر فوالا تما كانت كاينه وحده كانت كاينه وحده تما الله اعلم
قلعوها ولا خلاوها ما على باليش. ما كاينش كلشي. ما قلعوها. مفهوم هذه. اللي فيها من الان كاستاس رونتي يعني ستاسيون انترني هنايا قال ستاس رونتي قال لنا دات سيت 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 ديغري ممنوع مسموح بالستاسيون عندي لاري لاك هذا اللي فيها اللي فيها الزوج هذه نروح لها يعني لاري اوتوريزي ستاسيون انترني كاع 10 نروح لها هذه لا تبع 10 تبع 10 هذه هاي تبع ما كان المشكل الوقت اللي تجيب فيها ستاسيوني تبع اعطيني شروطهم انت. 15 جيب من كيما راه نفس السيت. بلاكا اللي تكون هنا تكون خدامها مديرة. تبع معاك. راك جيت هنايا. هنا يقول لك لادار اللي تجي فيها. كاري. ستاسيوني فيها. ستاسيوني. لاري راه عندك هذا اللي غير عبدون. ها الالف كانز ها هو الالف. ساسترونتي ها هو الساسترونتي. طيب هذه تدك وهذه تجيب جيب. هنا يقول لك قسمنا الشهر. لا قسم هذا العكس تاع هذا الزوج هنايا لا يقول لك لا فوالا لا دات اللي يجي فيها ستاسيون ستاسيون نقطه الى صفر هاي هادي قلنا من الان الكاز من ستاس ترونتيا هاي فو تبع قلنا لا دات اللي يجي فيها ستاسيوني فيها تبع معايا شنو يدير الزرقاء شوف لادات يشوف لادات اللي راه فيها لادات يدير شحال انا؟ سيت ستاسيون اللي مرانا سيت وين ستاسيون؟ قلت لي يقدر ستاسيون وين ستاسيون؟ جيرين 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 ها في لا دروات اليوم كاع ستاسيون اعطيني دوك الوطن اللي غادي يخرج اعطيني زوج ثلاثه اربعه اعطيني تفارق بس عليك السلام ها كثر ها اليوم سيت وين؟ وين السد؟ علاه ما يستاسيونيش في لادروت في لاكوش؟ كون يبلعوها منه يبلعوها في لاكوش تولي كذا لو كومبرومون باش اعطيني شو واضح باش الواقع يقول لي فوتو عادي صايب بصح كون الناس تستاسيوني منه صايب بلعوها تبلع على اسمه ستاسيون الترني يعني بالتناول قال كاين جول على جهه ومن بعد كيما لا بارمانونس صحيح؟ كاين جول صحيح باينه باينه الاولى كان يقول لك نخدم النهار والليل كان يخدم في النهار يروح يجي جروب واحد اخر يجي يخدم الليل كيما هكا قال كاين جول الاولى في لا دروات وكاين جول الزوجه في لا كوش اللي مرة السات هكا سات لويت نوف ديس اونز دوز تريز كاتورز كانز بالضروره نخدموا احنا كيما هكا لازم تكون صحيحة هي في الجهة الزوجة؟ واه تكون كاين ها هو كيعرف بصح كي تكون منها تكون العكس واه هاي والله هذا منه كيعرف بلي لي ستاسيون هذا اللي جاي منه كيعرف شوف البلاك واه تبع معايا كانز راه كاع منها الخوتي هذي كنتي تروح وين داي ستاسيون منه؟ شوفوا الواقع كانز عاد 8 تعدي 8 تعدي 8 تعدي وين في قانون المرور نهار جديد فايدة يبدا المغرب يبدا 8 المغرب الاشهر القمريه مور المغرب ماشي 12 عندي الاشهر الشمسيه فوق الاشهر القمريه مور المغرب كيما اليوم مور المغرب يبان قال شحال انا في صاير نهار جديد في رجب فوق بصح في قانون المرور ثاني يتبع على 8 ونص يعني شهر جديد نهار جديد في قانون المرور ماشي 12 تاع الليل اليوم رانا شهر اليوم رانا ثلاثة نورمالمون حتى 12 تاع الليل باش تكون ربعة لا ربعة ولا نقولوا الويت بصح في قانون المرور دروك على 8 ونص يدخل الويت علاه؟ علاه داروها كيما هكا 8 ونص نهار جديد 12 ما كاينش يحول هذا 12 تاع الليل شكون اللي باين واحد يحضر 12 تاع الليل؟ كنت حاط 12 تاع الليل 12 تاع الليل وانت راقد في دارك يجي البوليسي ويلقاك مستاشوني في الويت منها شنو يدير؟ لك الصابو يستاسوني في 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 تاع الساز المهم تجي منها في الساز تجو كاع منها كاع يجو منها هيا راك مستاسوني منها انت وحدك هذو كاع راحوا منها وانت راك وحدك هنايا مخالفه ولا ماشي مخالفه؟ مخالفه خاطش علاه راك الساز والساز كوتي غوش مخالفه انا قلت لك الصلاه علاه داروها 8 ونص تاع الجيه تاع المغرب الناس كاع قاعدين كاع قاعدين وكاع يعني في ذاك الوقت لحق 8 ونص كاع يجيبوا المطاهم منها
8 ونص في قانون المرور هو نهار جديد. صحيح 8 ونص في قانون المرور هو نهار جديد. راه مدايرين هنايا هنايا فوا ريزيرفين اوتوبيس ديريكت 8 تاع الصباح 8 تاع سما هذا تاع الصباح حتى 8 ونص تاع المغرب. يعني 8 ونص تاع المغرب نهار جديد. سما هذا البلاك واه هذا البوينت. صحيح سما لو 15 لو 15 فيفري واه على 8 ونص يكمل الدوره تاعهم. 15 فيفري 8 ونص 16 صحيح. يعني مادام الساس وين ستاسيون؟ تبغى تقول يدور؟ يدور عنهم. تدخل في الدوزيام؟ يعني ولا صحيح صحيح. الكوتي في الكوتي الزوجة ولا ندخل في الدوزيام؟ وتقعد وتقعد من الساس حتى 30، 30 على 8 ونص عاود تقلبها مليح. 8 ونص ثاني كي تلحق 8 ونص 30 مشهر فيفري 28. 28. كي تلحق 28 8 ونص تقلب اللوطو مليح. تقلب اللوطو علاه؟ راك نهار نهار جديد. جديد. شكون اللي عنده مشكلة؟ كل هذا مشي هذا مشي هذا هو من الالي 15 من الساس 30 يعني مش حال انا نويت هذه مهنا السات كاع يجيب خوتي دروات كاع على جهه اليمين اليمين مش بس كان جوج جوجين تاع الغرب فوالا بصح 8 ونص تاع المغرب زيدوا قلنا هذه بريمير 15 دوزيام 15 نزيدوا هنايا هنا هذا الستاسيونمون ادي ليميتي افيك كونترول بار ديسك جراتويت هذه المنطقة الزرقاء تاع قرص المراقبة قرص المراقبة تشوف في قرص المراقبة هذه التاريخ العربي وين هذه؟ هذه فريق ما هذه هذه كيف 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 غير بلا تبع الامر وما يكون مفوزين هذيك ما نجمو في حيطة عسكري مختار هكا يجوا في اللي يجوا في الحيطة يجوا في الطرق البلاكا هكا تبع معايا في دور تعيش واه غير اجي برك هنا من يكون هذه الطريق ايوا يديرون هنا الان وهنا شي يدير 3 وهنا شي يدير 6 وهنا شي يدير 2 وهنا لا بير ان بير عدد الفرديه والعدد الزوجيه لا بير كيما نقولوا زوج 4 6 8 10 والان بير كيما نقولوا 1 3 5 7 9 الى غير ذلك مفهوم هادو البلايك هادو الآن العدد الفردية هي بريمير 15 اللي هي من ألي 15 ولا 15 يوم الأولى عندك هنا داير هنا ستاسيونمون أوتوريزي بريمير 15 كوتي أن بير وكاين دوزيام 15 كوتي بير يعني العدد الزوجية والفردية يعني كاع اللي يجي من ألي 15 اللي يجي من 1 ل 15 من 1 ل 15 يعتبر عدد 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 فردي وعدد الفردية كنحسبوها 1 3 وكاع اللي يجي من 16 30 تعتبر دوزيام 15 اللي هي 15 يوم الزوجة يعني وهي أعداد زوجية والأعداد الزوجية كي نحسبوها؟ زوجية فوالا دروك أنتوما غادي تجاوبوا على الوقت ها لوكو زرقاء اليوم شحال رانا يعقوب؟ 6 اليوم رانا 6 6 والست فداخل من الألي 15 ولا من الساس 31 داخل من الألي 15 ومن الألي 15 هي بريمير 15 15 الأولى تاع بريمير 15 هي اعداد فرديه ولا اعداد زوجيه؟ اعداد فرديه والاعداد الفرديه ماشي ورديه فرديه والاعداد الفرديه كي نحسبوها؟ واحد واحد ثلاثه خمسه سبعه تسعه الى غير ذلك دي مش حرانه؟ سيت وين ستاسيوني هذا؟ صحيح عند الاطروا والشمال وهذا الاطروا وهذا السادس شكون اللي عنده اشكال هنا؟ ولا عنده مشكل؟ على ستاسيوني ديالنا بالاطروا والشمال سارة في البريمير 15 عدد فردية وعلى عدد فردية كيما بريمير 15 15 من الأولى و 15 من الأولى شيء عدد فردية فردية والسات أنا داخل من الألي 15 يعني الآن والطروا السات إلى غير ذلك نديروا اليوم 20 20 فيبري منا منا على الله 20 فيبري داخل 15 من الأولى ولا الزوجة؟ الزوجة والكنز إلى الزوجة هي اعداد فرديه ولا اعداد زوجيه؟ اعداد زوجيه والاعداد الزوجيه كي نحسبوها؟ زوج 4 6 8 الى غير ذلك صح الفانتيا هو عدد فردي عدد فردي بصح فانا داخل كان زوج تنبح فانتيا هو عدد فردي ما ادري هو عدد فردي امبير بصح شوف انا داخل راه داخل في الدوزيام كانزان راه داخل في الكانزينه الزوجه مادام راه داخل في الكانزينه الزوجه يعتبر يعني عدد زوجيه وكي نحسبوهم زوج 4 6 8 غير الى غير ذلك يعني الستاسيون تاع هذيك تاع هذيك السيره مع تاع هذيك السيره تقريبا كيف كيف تقريبا كيف كيف هادو هاي تلقى بلاكا وهادو تلقى واحد وهذا بلايك كيما كيف 2 4 6 مفهوم ها هو
نعم شام دايرين هنا دو هادي شنو هي الاعداد زوجيه اعداد زوجيه يعني راهو في الدوزيام دوزيام كازا اللي هي كنحسبوها دوزيام كازا مين حتلو مكاز حتى لا راسها جاهد مكاز دوزيام كازا مساج 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 حتى 30 الان 3 5 7 هي اعداد فرديه اللي هي من ال 15 مفهوم من ا يعني دوزيام كازا من ال 15 نحسبوا ال 3 5 7 الى غير ذلك كما هذا دي 4 6 هذا النقطه فرجت على سبيل المثال دي 4 17 في 17 زيدو دي 4 17 16 17 19 22 24 سيش عندك مشكله رياح لا شكون اللي عندها مشكله هنا صاي بدري واش راه مريض هذا بلاك شي معك وين كحله صاي فهمنا هذه وين كحله هذه هذه هو هاي دخول منطقة فيها الوقوف دخول منطقة فيها الوقوف النصف شهري الشهري صحيح وهذيك نهاية ولا خروج من المنطقة دخول منطقة فيها الوقوف الشهري وهذيك خروج من المنطقة وهذيك خروج من صحيح خرجنا من المنطقة خلاص صحيح المنطقة خرجتوا منها صحيح خرجت منها صحيح ماشي باش واحد خرجت منها خرجت منها لا هذا لاريستاسيون مو عندها علاقة بالممنوع عندها مع هذا هو ممنوع التوقف شوف فوالا ما تنساوش فوالا يا كيف تنتهي هذا الامر من بعد نزيدو نكملو هذا اللقاء خميس 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 راك خاصك خميس شوف بيزا خميس ستة ستة نزيدو واحد 9 مينوت هنايا بون ستاسيونمون غاديرو لي ميديا افيك كونترول بار 10 غرام يعني الوقوف شنقول الوقوف بقرص مراقبة المجان المجان هاي المنطقة صح احنا ما عندنا شنو شنو كاتبين هنا شنو كاتبين وقت الوصول وقت ال اه داليني هنا هي اه دو ديبار عندك هذا الديسك يتريقل تريقل عندك وقت الوصول ساعة قال وصلت انا 3 تاع العشية ولا نقول وصلت على الوحدة تاع الزوال الوحدة وانت عندك ساعة تريقلها الوحدة زين تريقل الوحدة لزوج تريقلها على ساعة مهم وقت الوصول شحال الوحده الوحده وقت الانطلاق شحال زوج عندك ساعه تريك له وديرها في الباربريز عندك ستاسيون مونتا ساعه وتروح فوالا ساعه وتروح بصح مجاني منطقه زرقاء كي تلقى الخطوط كي الخطوط تاعها كي دايرين زرقاء متقطعه يعني يجي ازرق تلقى ديك وحديده بوطو طالع مثل بالازرق يعني راك في المنطقه زرقاء الزرقاء راك في المنطقه ازرقاء شكون اللي عنده اشكال هنا يسموه لازون لازون بلو المنطقه ازرقاء هي زيدو انت باركينغ 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 ثاني باركينغ بقرص المراقبه المراقبه باركينغ بقرص المراقبه المراقبه زيدو هاني ثاني قرص المراقبه الوقوف التوقف المسؤول الشهري وبقرص المراقبه هذا هو وعندنا هنايا باركينغ هنايا بيا خلص الدراهم هذه هنايا باقي بصح هذه تخلص تخلص دراهم هيا عاود لي عاود لي هنايا قبيل هذه المنطقة الزرقاء عاود هاني اسمع المنطقة الزرقاء واه شنو الدور تاعها شنو المفهوم تاعها والله ما يطلع اللي حذاه عاود لي لولو هاي هاي ما قول لي منطقة زرقاء شحال عندك؟ عندك النصف الشهري توقف توقف عندك باين والوقوف مسموح بالقرص بالقرص المراقبة عندك وقت وقت عندك ساعة عندك ساعة ساعة الوصول وساعة الانطلاق صايب مفهوم صاي فروغ من هذا فروغ من هذا الوقوف التوقف العمودي اللي هو ممنوع الوقوف التوقف ممنوع الوقوف مسمى التوقف دخول منطقة فيها الوقوف ممنوع خروج المنطقة في كان فيها الوقوف ممنوع اللي هو اللي هما إشارات عمودية مفهوم وعندنا الإشارات الأفقية اللي داخلة في الوقوف التوقف اللي الوقوف التوقف الأفقي يجي على حسب التروطوار كاين ستاسيونمون اون باتاي ستاسيونمون اون إي بي كاين ستاسيونمون اون كرينو يعني يجي عمودي مائل
ويجي موازي موازي كما هذا راه موازي موازي هو كرينو كرينو فوالا والاي بي هو المائي المائي اي بي هو الاي بي هو المائي باقي هو عامودي كما تاع الامير تاع الجامع مفهوم عندنا الوقوف التوقف نصف شهري تاع الالي كاج بالساس طونت يا الى غير ذلك وعندنا الوقوف التوقف الزوجي والفردي هو امبير ولا بير والامبير زوج 4 6 كاين 1 3 5 7 الى غير ذلك وعندنا الوقوف التوقف المنطقه الزرقاء الخميس ان شاء الله نزيدو نكملو هاد النقاط ومن بعد الحمار ماشي خميس خميس الخمسة تجيو الخمسة صايب بزاف طيب اعطوني لي كارت تاعكم اين نزلو ان شاء الله راك هنا ياكم ان شاء الله شنو هاي شوفي لي زوار على القرضي